يعني شغل بنتكلم فيه مش اقل من 12 ساعه شغل، وده اللي محتاجاه البلد دلوقتي، مظبوط، لانه فرق السرعات بتتحقق كتير عند الشباب. مظبوط فندم، ده طبيعي، يعني المشوار اللي انا اقدر امشيه في ساعه انت تاخده كده في ربع ساعه. هو طبيعي في طبيعه شغلنا احنا في المحافظه، ما فيش حد بيمشي قبل 12. يعني ما هو مش بعد 12 مساء، 12 صباحا. انا مش بتكلم في انه يا فرحتي انا قاعده على المكتب 12 ساعه، لا انا انجزت. لا الناس بتيجي فيما يعادل شغل 12 ساعه. لا بالظبط، هو ده اللي بيحصل فعلا. ان الملفات دلوقتي بنحاول نجاري مساله التطور بتاعها، ونحاول ننجزها بشكل سريع جدا. اسوان انت جاي على الموسم الشتوي في اسوان، وجايه لك جايه لك سخنه على طول كده. اول حاجه تهتم بيها في اسوان ايه مع سياده المحافظ؟ في اسوان احنا عندنا مشروعات اسمها مشروعات تحيا مصر. نعم. بيمولها صندوق تحيا مصر، مشروعات نعم. كلها عباره عن مشروعات تنمويه. هم عباره عن 15 مشروع، خلص منهم بعض المشروعات ومتبقي الباقي. فان شاء الله اول ما سياده المحافظ يوصل المشروعات دي هتبقى في اول اجندته يعني. ايوه. وبالاضافه لكده بقى نشوف ملف السياحه، يعني احنا بنحاول ان شاء الله في الفتره الجايه ان نزود عدد السياحه الداخليه دي والسياحة الداخلية. الداخلية والخارجية. أي عندك مشاكل كمان مهمة في أسوان لازم تحلها بعيدا عن السياحة النهاردة. تكليف سيادة الرئيس كان ليكوا إيه؟ أولا هو اتكلم على تعزيز الموارد بتاعة المحافظة. أيوه. يعني طبعا موازنة الدولة ما بتستحملش مسألة إن يبقى كل المشروعات منها. أيوه. فعلى الشباب الموجود إن هو يفكر في أفكار ويحاول ينمي الموارد الذاتيه بتاعه المحافظه، سواء كان من المصادر بتاعه المحافظه نفسها، سواء كانت مشروعات مسؤوله عنها المحافظه بتدخل لها دخل او كده. ايوه. بحيث ان العائد من المشروعات دي يتم استثماره داخل المحافظه نفسها. تمام. او حتى لو حتى هو ادى مثال تاني ان لو حتى الفلوس دي لو داخله في موازنه الدوله احنا هنردها لك بصوره اخرى. ايه طول الوقت انا بقول انه دي اكبر حركه تغيير في التاريخ، في تاريخ مصر. مزبوط. وان الحقيقه الضخ بي